انا دكتور سامح نبيل كامل، انا دكتور في قسم الاشعه جامعه عين شمس، مدرس مساعد. التوب بتاعنا كان عن دور الام ار اي في الاسكيميك هارت ديزيز. احنا بنتكلم دلوقتي على ايشو كروشيال جدا بالنسبه للفيزيشنز في الكارديولوجي والكارديو سيرجري، هاو تو اسس الاسكيميك هارت ديزيز ان كاردياك ام ار اي. الكلام ده بيوفر علينا محاولات كتير مع المواد المشعه والاكسبوجر العالي للملي سيفرت عاليه جدا، بالذات في وجود الريسك للكانسر بريست والراديولوجي انديوسد كانسرز. احنا بنستخدم زيرو راديشنز تقريبا، نقدر نوصل لاكيوريت ريزلت تفوق نتائج المواد المشعه. دي بتوفر حاجات كتيره على البيشنتس. اتمنى يعني ان يبقى في اويرنس بالنسبه للمرضى بمزايا الام ار اي، وان الام ار اي دلوقتي ابليكابل بالنسبه للقلب، ويقدر بسهوله ان هو يشخص حاجات معقده كتير جدا كنا بنضطر نعمل سوفيستيكيتد انفستيجيشنز علشان نوصل لها. نقدر نعمل الكلام ده النهارده بسهوله في الام ار اي. فحص ما بيتجاوزش ساعه، فحص امن تماما، حتى في وجود اي اجهزه في الجسم احنا نقدر نتجاوز القصه دي دلوقتي مع الاجهزه اللي بقت ام ار اي فريندلي. اتمنى ان الناس تبقى اوير دلوقتي بوجود حاجه اسمها كاردياك ام ار اي او رنين على القلب. شكرا.